من جهته عبر المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، عبر عن أهمية قرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بإنهاء ولاية فريق الخبراء الدوليين في اليمن، وهو القرار الذي قادته مملكة البحرين بتحالف المجموعات العربية والأفريقية والآسيوية. حقيقة هذا الانتصار الدبلوماسي، انتصار للدبلوماسية البحرينية، انتصار كبير، انتصار للحقيقة، انتصار للعدالة التي مجلس حقوق الإنسان أساسا هو الراعي لها والمكلف بها من قبل الأمم المتحدة. دول التحالف والمجموعة العربية كانت وراء انطلاق هذا القرار قبل 4 سنوات، وكنا نأمل جميعا كمنظمات مجتمع مدني أن يسعى هذا الفريق يعني لإنجاز ولايته على النحو الذي يحقق العدالة والسلام في اليمن، إلا أنه يعني خرج عن ولايته على نحو يعني مخالف تماما للولاية، مخالف للقيم والمبادئ الإنسانية، ما ترك يعني انطباع سيء لدى دول العالم بأن هذا الفريق لا يقوم بولايته على النحو السليم.